تمت هناك إعطاء انطلاق قافلة تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين تتكون من العديد من المستلزمات هذه الفئة من أغطية أفرشة ولوازم ومساعدات طبية بالإضافة إلى أجهزة خاصة من كراسي وعكازات لهذه الفئة، حيث تجوب عبر مناطق الولاية وتمس 64 مسن. هذه الفئة المعوزة التي تعاني ارتئينا بهذه المناسبة تغطية جزء من احتياجاتها خاصة فئة الرابضين وتوزيع كذلك حفاظات ما يغطي شهرين متتاليين لهذه الحالات. بالإضافة كذلك نظمت مديرية النشاط الاجتماعي توزيع أجهزة لفئة الأشخاص المعاقين ومست هذه الفئة المعاقين حركيين وبصريين وكذلك فئة السمع بتوزيع معينات سمعية لهذه الفئة بالإضافة إلى أجهزة خاصة بفئة المعاقين حركيين وكذلك لوازم خاصة بالعصي ولوحات البرايل لفئة المكفوفين.